السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أخوكم مهندس أحمد جميل بدر من المملكة العربية السعودية جنوب منطقة الرياض. إن شاء الله بنتكلم اليوم على الطماطم بصفة عامة وعلى صنف من أصناف الطماطم بصفة خاصة إن شاء الله بنذكره في آخر الفيديو بإذن الله عز وجل. طبعا الطماطم اللي معانا دي مزروعة بتاريخ 12/6/2021. نوعية التربة اللي موجودة معانا يعني بتمسك المايه شوية، نقدر نقول تقيلة، وطبعا هنا خلطينها في المشروع بنسبة من الرمل عشان يعني يكون تصريف التربة كويس. نوعية الصوب اللي احنا زارعين فيها الصوب 9/40 جرين هاوس مكيف. يعني ايه 9/40 مكيف؟ يعني بأبسط معانيه بتحتوي على خلايا كرتونية بتكون في آخر الصوبة خالص، ومراوح أو شفاطات بتبقى موجودة في أول الصوبة. الخلايا الكرتونية فيه طبعا موتور بيغذيها بالمية ويتم سحب الهواء البارد من المراوح اللي موجودة في أول الصوبة. طبعا الطماطم دي اشتغلنا عليها في السيزون أو مراحل النمو المختلفة. من البدايه طبعا لازم نتم حاره التربه كويس جدا، ولو في فطريات او نيماتودا يتم تعقيمها باحد مركبات التعقيم. طبعا انا عقمنا الصوبه هنا بميتام البوتاسيوم. الطماطم اللي موجوده قدامنا دي طبعا عمرها داخله في 3 أشهر الحين، كان تم توريقها مرتين، مره ودي التوريقه الثانيه ليها. بسم الله ما شاء الله. طبعا حجم الثمره معانا كويس، يعني الصنف اللي معانا ده حجم الثمره بيتراوح من 150 ل 220 جرام، ممتازه. وطبعا نرجع تاني للتسميد الاولي او البدائي، سمدناها بتسميد عضوي مخلوط مع سماد معدني. طبعا اللي عايز يتوسع في الموضوع موجود على قناه الدكتور رجب. ثم بعد ذلك تم وضع السماد على الخطوط وتم ترتيب الخطوط وتسويتها، ثم بعد ذلك تم عمليه التخمير، وبعد ذلك بعد عمليه التخمير بدانا ان احنا نزرع الشتلات بتاعتنا. وطبعا غمسنا مركبات الفطريه قبل الزراعه، والصينيه موجوده بتاعه الشتله تم الزراعه على طول. يعني الصنف ما شاء الله تبارك الله بيتحمل الحراره جدا، عقده حراري ممتاز وكويس، وكمان احجام ثماره كويسه. وطبعا في الصيف في الفتره دي في المملكه بتبقى مرغوبه الاحجام الكويسه، يعني احجامها كويسه دي مش الصغيره، لا الفلينات مثلا 5 كيلو والفلينات 7 كيلو دي مرغوبه في السوق. فما شاء الله تبارك الله بالنسبه للصنف الى حد كبير بيتحمل الحراره، عقده كويس، نسبه تنفيله في الحراره قليله. ثم بعد ذلك بدانا بعد التعقيم بالمركبات الفطريه زي اليونيفورم كده او التبسين. بدأنا بعد ذلك بمرحلة التعطيش، عطشنا النبات لفترة من الوقت ما شاء الله. الفترة يعني على حسب نوع الأرض والتربة والوقت اللي انت زارع فيه. بسم الله ما شاء الله بيبدأ التعطيش، بعد ذلك بيتم الانتظام في الري والتسميد بصفة دورية. طبعا احنا الارض عندنا بتمسك ميه، ف والصنف مش شره يعني للتسميد كويس، فبدانا ان احنا نشتغل تسميد يوم تسميد ويوم ميه، يوم تسميد ويوم ميه. وكمان في حاجه قابلناها في الصنف ان هو يعني حساس للتشقق شويه نظرا لحجم الثمار، يعني حجم الثمره ما شاء الله تبارك الله كويس، فبالتالي هو يعني حساس شويه للتشقق، مسألة التشقق، فيجب الانتظام في الري. بسم الله ما شاء الله. فده اللي قابلنا يعني، وكمان قابلنا ان النبات شوية بيتأثر بالنيتروجين.
فمعظم كمان نباتات الطماطم في الفترة دي بتتأثر بالنيتروجين يعني شوية، فلازم ان احنا نكون حذرين في التسميد النيتروجيني، وطبعا نكون منتظمين في التسميد البوتاسي برضو، عشان لو زاد التسميد البوتاسي عن معدلاته برضو بيعمل تشقق في الثمار، فلازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي. بالنسبة للمكافحة كان طبعا قابلنا البترايتوس في التزهير شوية، لأن جات لنا فترة رطوبة هنا في المملكة فتعبتنا شوية، فلازم ناخد بالنا طبعا ندي وقائي فطري ونبدأ نشتغل بمركبات ومواد فعالة ممتازة، مثلا زي الفينكسامايد، زي البوسكيلد، زي مجموعة الأزوكسستروبين، مجموعة الكونازولات أو التريازولات، مجموعة كويسة جدا يعني شوية، فلازم ان احنا نكون حذرين في التسميد النيتروجيني، وطبعا نكون منتظمين في التسميد البوتاسي برضه، عشان لو زاد التسميد البوتاسي عن معدلاته برضه بيعمل تشقق في الثمار، فلازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي. بالنسبة للمكافحة كان طبعا قابلنا البترايتوس في التزهير شوية، لأن جات لنا فترة رطوبة هنا في المملكة فتعبتنا شوية، فلازم ناخد بالنا طبعا ندي وقائي فطري ونبدأ نشتغل بمركبات ومواد فعالة ممتازة، مثلا زي الفينكسامايد، زي البوسكيلد، زي مجموعة الأزوكسستروبين، مجموعة الكونازولات أو التريازولات، مجموعة كويسة جدا بتساعدنا وبتخدمنا في مسألة المكافحة دي والوقاية من الأمراض زي البياض الدقيقي والمشاكل دي. أما بالنسبة للأفات طبعا المؤرق لنا طبعا في الطماطم في العروة دي طبعا أشد شيء عشان الفيروس هي الذبابة، وطبعا الذبابة شرسة جدا يعني في الفترة دي، فبتكون على أشدها في الشراسة، فلازم نبقى حذرين نرش بمركبات كويسة. وفي طبعا غير المركبات التقليدية اللي احنا دارين بيها الأميدا كلور برايد، الأسيتام برايد والحاجات دي، في مركبات نازلة كويسة من شركات كويسة، مثلا لازم نشتغل بمركبات سيستيميك زي السيبرو تترامات، نشتغل بالفلوبرا اتفيرون ممتاز جدا، دي مركبات موجودة في السوق طبعا بدون ذكر أساميها التجارية، نخش بمركبات زي دي ممتازة جدا، نخش بمركبات موانع انسلاخ، نخش بحاجات بتمنع فأس البيوض، فلازم ان احنا يعني ناخد بالنا من الحاجات دي. معلش نرجع تاني للتسميد، في نقطة مهمة جدا بيغفل عنها كثير من المزارعين وبتأثر طبعا في الانتاج، المغنيسيوم عنصري، المغنيسيوم والحديد، لازم ان احنا نكون واخدين بالنا كويس جدا جدا من العنصرين دول، عنصري المغنيسيوم وعنصر الحديد، لازم ان احنا نبقى واخدين بالنا منهم جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، لازم نبقى واخدين بالنا منهم جدا جدا جدا، لان العنصرين دول مهمين جدا جدا جدا، والناس بتغفل عنهم كثير، وكمان بتظهر بعد الترقيد بصفه شرسه او بتظهر بصفه شديده جدا. طبعا البيت ده لسه مترقد، وطبعا محتاج لف وتوريق للافرع الجانبيه دي، طبعا لابد من ازاله الافرع الجانبيه دي بصفه، ما نسيبهاش طبعا بالطريقه دي، لان كان عندنا عمال يعني عندنا في مشاكل في العماله الفتره دي، ف يعني اتاثرنا شويه، والله الموفق والمستعان. مع تحيات اخوكم المهندس احمد جميل بدر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.